يا اهلا، نرجع لكم مره ثانيه. مدينه الاوبرا، طبعا ما اعرف متى انا بوقف مدن، لكن مدينه الاوبرا هي لازم تكون اوكي صراحه. يعني انا ما ابغى مدينه بس ملينا من صاميم المعتاده، صح؟ ما مليتوا؟ ابغى اشوف تحت في الكومنت عندي شو تقولون، شو رايكم في التصاميم اللي دائما تستويه؟ هل لازم نسوي نفسها ولا نتبع غيرها؟ ولا هل عايبينكم النظام الجديد اللي هو عبارة عني ونحاول أبدع؟ بس أنا أبدع بدون خطة، يعني أحاول أطلع أبدع. يا مسلم، يا مسلم، شكرا. زين، فأحاول أطلع أبدع، لا أعرف أي أبداع لكن أحاول. فسوي وأتمنى أن تعجبكم المدينة، لأن المدن اللي هي اكثرها بدون تخطيط. فكرت كم مرة اخطط لكذا مدينة، بس حسيت الخطط العفوية تطلع احلى. الخطط العفوية صراحة احسها تطلع احلى. زين، شو بسوي في الشارع؟ اول شي بحط اساسات المدينة حولها. اوكي، ركزوا معي، هذا شارعنا مربع. اوكي، بيكون في شغلات في الوسط، هاي ما بتكون الشغلة الوحيدة يعني، بس صبركم علي شوي. الشارع ينقسم كهكذا، هذا مركز المدينة. اوكي، هذا الى الخارج، هذا الناس يدخلون من هذا المدخل اللي جايين من تحت، حلو، وهذا يروحون الوسط. مش 100% سيدة، بس خليها عشوائي احسن، بس ملينا من السيدة. زين، الناس بتكون كلها عايشة هني في الزحمة. بحطي اكثر المحلات هني، شركات. شوفوا شارع داخل، شارع، لا مش هني، زاوية ثانية، شارع ثاني داخل، شارع ثالث داخل. أحس إنه وايد بيكون، بس أبى أسوي مداخل ومخارج على كل مكان. شوفوا، ثلاث مداخل وثلاث مخارج. هذا التصميم جديد شوي، مش شي تعودنا عليه في القناة هني. وأفضل أفضل، ما با تتعودون على نظام معين، ما باكم تعودون على نظام معين. نحن عايشينه، هذا مكان سياحي طبعا. مكان سياحي شو يسوي فيه؟ الناس تحب تمشي هني، صح؟ ابا الحين مجدومي اكون مجهز. اول شي خلنا نوصله في مكان هذا، ما اعرف، نوصله في شارع. حلو، الناس بتطلع من الشارع، نبا نرفع الأساس شوية. يلا يكفي الأساس المرفوع. الصراحة أنا أدعي إني أنا أطلع برا على الشارع. شكله ما راح يكفي، شكله ما راح يكفي. زين، إذا أجرب أرفع خطوتين زيادة. أيوة، مشى. هذا ممشى، الناس بتي عندنا، بنحط محطات باصات وين؟ في نص شو المدينة، حلو، بس ما بالناس تمشي وين؟ في نص الزحمة. فمن هذا المنطلق، ايوه هني بنزل الخطوط هني الى الارض. وصلنا في الوسط، وصلنا في الوسط. الحين ما في خطة اني امد مكان، فاللي بسويه شو؟ بخلي شوارع فاضية، هذا ممكن ارفع في اي وقت ابغى، احوله اذا كان عندنا مكان ثاني. بس الحين عندنا مكان ثاني فعلا اصلا من الحين، يعني اللي هو لازم امد لي خط من هني لين هني. شوفوا المنظر، سبيس اوريدي اكيوبايد، اوريدي المكان هذا. ايوه حتحصل، حتحصل. الممشى الاسطوري هذا، بسم الممشى الاسطوري هذا، هذا هو الممشى الاسطوري اللي يقولون كان عنه الممشى الاسطوري. ان شاء الله ما حد يطيح، لكن ان هذا الممشى الصراحة ملعون والدين. هذا اذا حد فكر يمشي لهني
يا ويله الصراحة، يا ويله، تعرفون شو يا ويله؟ والله يا ويله، الله يعين الصراحة اللي بيطيح من المكان هذا. يقولوا الإسعاف بيلحق عليه؟ إنه إسعاف تحت أصلا، ما أعرف إذا الإسعاف بيلحق عليه، لكن أتمنى إنه يلحق عليه. يعني أتمنى، أتمنى من الأمانة شيء جميل، الواحد يتمنى الخير يعني. حطي مصنع هنا، مصنع طاقة نووي، مو بحشم حتى، خلاص ما عاد تفرق، خلاص نووي نووي، نتعامل بالنووي الحين. بس المشكلة في الأرض بكبرها اللي عندي، أرض ملعون صيرها. ممكن على فكرة أنا أعدلها، مش إنه مش ممكن، لا بسيط، ممكن أسوي لها برشنج. بس أنا الحلقة الماضية قعدت وايد معاكم من غير ما أسوي لكم شو اسمه، أشغل لكم شيء فعليا، وما بقعد وياكم نفس الشيء هني الصراحة. أبا أشغل لكم المدينة اليوم، المدينة اليوم لازم تشتغل، المدينة اليوم هاي لازم تشتغل، خلنا نشغلها زين. نظريا اذا كنت صحيح هذا المفروض انه يكفي هنا من غير ما ادمر بيوت. طبعا في عندي احتياج كبير على البيوت، اوكي، مفروض انه ما يكون عندي مشكلة على الاحتياج، ما عندي مفروض اي مشكلة. قلت لكم هني الدكاكين الكبار ما احب احطه هنا عمايرة، او ممكن ليش ما حطي لي من حدائق الصغار. هاي مش حديقة صغيرة ابدا، ايوه، ليش ما حطي لي منطقة هني، وزع لي حديقة. ادري ما عندك كهرباء، انا عارف هالشي، صبرك علي، انا قاعد ارتب الحين اسب. يا الربع، تعرفون شو نسيت صح؟ اخي كل مرة بنسى الماي، بنسى الماي. بنحتاج ماي تحت الحين، صبر. ليش بنحتاج ماي تحت؟ ما ادري اذا يبون الطراريد، لكن بسوي مرسى تحت في نص التلوث الماكل الدنيا، على الاقل وفرت ماي وكهرباء. خلي الكهرباء هنا تتوفر، اوكي، والكهرباء هني توفر. بيوصل كهرباء للمكان؟ ما ظني، والله وصل له كهرباء، نايس. اما نار موصل كهرباء لهني، ولا ما كان موصلها كهرباء الردي يعني من الحين. بس لازم اعدل القرد اللي هني، لازم اعدله، ما يستوي. بس الزين ان عندنا هاي واي دايركت لنص المدينة، وعندنا هاي واي يطلع مكان قريب من الصناعية، ومكان هاي واي ثاني من الصناعية نفسه يطلع، يعني ما متلعوز في الهايوي. على امل ان شاء الله ما متلعوز، لانه بتستوي زحمة، بتستوي زحمة، لان هالمدينة بدايتها ما بتكون كترة، يعني بتكون بداية نوعا ما قوية. انا قلت هنا ما بسوي بيوت طويلة، لكن بشوف حسب النقص كيف. شوفوا الناس تبني محلات عند هذا النص بالتذكاري، انا ما اتوقع ان اصلا يعني اي شيء، لكن بالنسبة للعبة، لكن انا اشوفه شيء جميل شخصيا، انا اشوفه شيء جميل بخليه. انا في اثار، حرام ان الواحد يكسرها، دام في اثار الواحد يخليه افضل، يكون شكله حلو بعد صراحة، شكله جميل. طاع ينزل عن هذا المنبر مش سهل،
من طاين ينزل. ما عندك كهرباء انت؟ متك كهرباء انزل، ليش مستعجل؟ بس بسوي دكاكين وسط البيوت، دكاكين كبار ادري بس ما عليه، هنسوي دكاكين صغيرة. انا سويت مرة سيارات اخ، سويت ممر سيارات للعالم. بس والله جميل، شوفوا بسوي جنبه ممر مشاة، تريوا انتم. بس والله جميل، شوفوا شوفوا يخطفون فوق الجبل، شوفوا عندهم منظر، والله الصراحة منظر من الآخر. انا اظن المفروض ما يكون عندهم مشكلة مع اي شيء الحين على المنظر هذا، بس منظر المفروض المنظر هذا المفروض يكفيهم عن كل شيء. بيطيح واحد اثنين مو مشكلة، بيطيح واحد اثنين بعدين بيسوون امورهم طيبة، بعد بيزعلون كم يوم بس ما بيزعلون وايد، يعني انا ما احس انهم بيزعلون وايد صراحة، ما له داعي يزعلون، يعني ليش يزعلون اصلا؟ ما اشوف في مكان مناسب للزعل في هذا الموضوع. مطافي هني بيقول لي ما في كهرباء، عارف عارف اللعبات. بمكس بينهم، بمكس بينهم. نحن في محطة باصات بتي عندنا، في مكاتب، بس عندي اختارات. المفروض اني ما اخاف، عندي اختارات المفروض ما اخاف من هذا، بس ما عندي خطارات الناس، هاي مشكلة ثانية. محتاج اختار ايش الناس. انا مديت الاخطار هذا المكان صح؟ جماعة وين مديت اختار انا؟ والله اني ضيعت. بشوف الصبح في الليل خايس ما يبين. Not enough workers. زين في بيوت عندكم؟ في ناس خلهم يبنون، اعطوهم وظائف مثل عالم الناس. قاعدين تعطوني وظائف تعبانة حق العالم ما يداومون عندكم بعدين تزعلون. هو اني ممر مشاة، خش طلع ممر سيارات، جبت العيد. في ناس يجون الحديقة، نايس، محسوبة 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 يا الحبيب. تحسبون بحسب حسابي انا يعني؟ عيب عليكم والله، عيب عليكم تحسبون بحسب حساب الشيء. مو بنويس، ما يبالي الوضع انه يسوي نويز ولا اي نوع من انواع النويز. اوكي ممتاز. الباصات يا الباصات، تعالوا الباصات. نقاط جديدة، لازم باص هني لازم. ها سكرنا الدرب مال الباص، بعدين يشتغل الباصات. شوف الناس جاي من الهاي واي في نص المدينة، يعني ما في مجال المزاح. بس احلى شيء هاي الفقارة اللي على الجسر الخشبي يضربون، ما اعرف منو يموت في باركن؟ ليش ميت في باركن؟ ميت في باركن، ارحمونا يا جماعة توينا. هذا حلو بيكون نويز بلوشن، ما نبغى. ميجا ريسايكلينج سنتر، اوكي
هذا جرين، هذا المفروض انه ما يسوي لي اي نوع من انواع التلوث. انا طبعا بكتشف حقيقة هالشيء من مش كثر يشتغل. اوكي، بس اظن التكلفة مالها عالية شوي. ويسوي بروسيسنج وريت، وهذا خلصنا. هذا تنزلونه بعد، هذا مود، هذا بروح مود. شوفوا هذا جرين، لما تضيفونه هني ما في من وراه لا نويز بلوشن ولا بلوشن. ابين مع الوساخة من الجماعة، بيفكنا من حشرة التام كلهم. اي يوصل ل 5000 قرب اشترك، هذا اوفر كله الصراحة. كرايم ريتز هاي، زين في مركز شرطة عندك هناك؟ انا حط مركز ثاني، يلا حط مركز يمين ومركز يسار. حد ورشنا غير هاي؟ انا احس ان هالمكان يبغى له عياده والله، ولا بيبلشوني، ولا والله انهم يبلشوني. اعطي العياده هني للحين، عندنا كوست في المدينه والله، بس يبغى لها مترو. يوه يا زحمه، يوه تبدا عندنا زحمه شكلها هنا. وش شكله قاعد تبدا الزحمه اصلا؟ الناس تبى تطلع من هذا المكان. هذا المكان عندي لكم راي، عندي لكم راي. الناس اللي جايه مهني تي مهني، وناس فهمت علي صح؟ الشارع هذا ما يتشاهد ابدا، ما يتشاهد. ايش الشارع نفسه هذا؟ والله نفس الحال، ما سويت شيء. نفس الحالة. بعدين برد له. انا قطعت الكهرباء على العالم تراني. بيوصل لهم؟ والله وصل لهم كهرباء. ما في حيلة الصراحة، ما في حيلة، ما في حيلة، ما في حيلة. شيبة not enough goods to sell. زين عندنا مصانع تحت شغالة ترى، يعني انتم ما قاعد تبنون مصانع. ما ببيوت هني لو سمحت، ما انا ببيوت هني. ابى انزل شارع ثاني واسوي شوية شغلات ثانية، بس بحط مترو. ولا داش نحط مطار. والله مكان المطار هذا بقص كابلات بعد ولا كيف؟ لا ممتاز. الحين شو بحطي انا؟ اخبر كمان بحطي باركنات. باركنين هني، باركن في باركن سياكل ودكاكين. مطار زحمة، دائما زحمة مطار بدون باركنات، ما يسوى الصراحة. أنا أشوفه لازم مطار باركنات يكون فيه، ولازم باص يمر المطار. ويرجع هني ويمر على المدينة اللي هني، ويريد ينزل ناس هني صح؟ هذا لازم المطار يسويه. في وجه المطار شو بحطي؟ مترو. انا بخبركم ليش. بيجيب صديقنا مترو، انزين حط مترو هني. مترو وين؟ هذا بيكون مترو داخلي على فكرة فقط. مترو هني زين، المترو هذا الداخلي هني، الناس تتنقل في المترو نفسه. يعني
ناس يطلعون من المطار يجون هني يرجعون هني، الباص يمر عليهم هني يرد يعقهم على خط الصناعية ويعقهم عند وقفة المطار. وين وقفة المطار؟ هاي وقفة المطار، ويعقهم عند وقفة الفرجان، لازم يعقهم هني ويرد عند المترو الباص. في باص ثاني شو شغله؟ لازم من هني لين الأوبرا، لين المنطقة السياحية مالنا، لين المترو، لين المطار مرة ثانية. أوكي، شو سوينا الحين؟ أنا بخبركم. المترو الثاني شو قصته؟ المواصلة في هالمترو أول شيء حلو، وبعدين المواصلة في أي مترو؟ في هذا المترو. في هذا المترو يشل الناس يعقم في هالوقفة ويرد. يستوي المترو يشل الناس في هالوقفة مدينة ثانية ويرجع، واللي حد بيصير مدينة غيرهم لازم يتحمل. شوف قام يستوي عندنا طيارات، يا عيني 65 نفر، طيارتين 65 نفر، يا الظالمين طيارتين 65 نفر شل. شو هال؟ المهم، وشو وضع الماي؟ أنا عندي مشكلة في الماي ترى، وساحب عليه. زين زين، عقب ما سوينا المرتفع ذاك تذكرونه، هذا عقب ما رفعت الأرض شوي قام يجمع ماي، يعني قام يتحسن الوضع. شلينا هاي بس زبالة ما راحت الصراحة، فهو حسبتها عليهم. انزين، أول شيء أبا فيردي بود، أبا دي بود، لا ما أبا هذا، أبا هذا أوكي، اللي هو هاربر. الهاربر بيشل الناس من المينا، درب واحد ما بدربين. يشل الناس من هني والناس يدخلوا له من وين؟ من هني. ما إذا أنا مشاكل شكل عقب بنفاهم معاها، بس الحين شو الموضوع؟ يالله يا كيب الكهرباء، شوفوا شو 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 يوه، سميت مطولة. المهم وصلنا للكهرباء حاليا. زين، وعندنا هدف ثاني طبعا، هاربر ثاني مو بيكون غير، يعني بنحطي اللي هو للكارغو، نفس الشيء الكارغو بنحطي درب ون واي يدخل للكارغو، والدرب يودي على نفس الدرب هذا. والصراحة بيستوي شوي زحمة، ما أقولكم ما بيستوي، بس هذا ما في شيء ثاني ترى. هذا سيدي يروح الصناعية وسيدي يروح المدينة، هي هما أقرب ترى، يعني مش قضية، يعني مفروض إنه ما تكون قضية. ما أعرف أحط إشارة، لا ما يبال ما يبال، بيكون تو ماتش. نهب بروح بروح تسوي منطقة أصلا. الحين نرجع مرة ثانية لصديقنا منو؟ الباص. عسب تعرفون انتو الباص كيف مهم. يوقف الباص هني يعقم في نص المدينة ويرد هني، هاي كل شغلات الباص. الباص الثاني يجي هني يعقم في نقطة هني، لحظة أظني ما حطيت النقطة، أيوة هاي النقطة، يشل الباص هني يرد يعقام هني يرد مرة ثانية عند القارب. أنا سكرته ولا شو السالفة؟ ولا الدرب هذا مفتوح ترى صديقي، أظن الستوب مكانه ما يساعد. تعال هني، تعال على الوقفة هاي، تعال هني وقف. أنا صب بلبسها، هذا بلبسها، خلتي خلنا اسمه. بس محتاجين باص نحن هني، جدا محتاجين باص. أتمنى لو في تكاسي، لو كان في تكاسي بعد أفضل، والله لو في تكاسي أفضل. خلنا نفتح محلات تجارية هني، كان على البحر رومانسي،
رقم واحد فول اوبشن اكيد يبون شوي مكاتب ويبون ناس عندهم، ولا منو بيشتغل قولوني. اوكي عقب اذا بو خدمات بنحط لهم خدمات صغيره، ما بكبر الخدمات حقهم يعني، لان هالمدينه انا اسمع فيها زحمه يعني. المدينه فوق مضايقني هذا، بعدين بشوفه. والمدينه هني فوق يسمع الزحمه من كل صوب انا داخل المدينه. شوفوا الهاي واي كيف زحمه، بس من احسن التصاميم اشوفه، لان الهاي واي هذا يتوزعون الناس. بس اظني لو كنت حاط الهاي واي على الدوار كان بيكون افضل وايد. بس اظن الدوار ها شغال بشكل جميل ترى، هذا من اجمل الدواوير اللي سويتها. الخبره تلعب دور والله، من انك تكسب خبره. بس والله ما حد غمضني غير المساكين هاي. شوف والله مش غامضيني، والله انها رحلة ممتعة بالنسبة لهم. ياس يصلون اخر الدنيا من هذا. يو يا الزحمة اللي استوت الحين. ممكن سوي تجارة بين المدينتين لان الثنتين على البحر. بس اللي بسويه بعد قطارات بينهم، بس ما سوينا قطارات. شوف الاوبرا شو وضعه، في احتفال والله زحمة، في ناس في البارك. نشوفه زين، ابغى اشوف داخل الاوبرا بسوي ايفنت ما يسوي. يو ناس مبركنة موترة في الشارع، وانا حاط باركنات. ليش حاط لكم باركنات؟ انا كنت باركنهم باركناتكم ممكن. زين صبر، نسار الباركان ثاني مالي هذا. وين الباركان الثاني؟ سوي شارع صغيرون رمل. اوكي نجيب الباركان الثاني. شوف ناس بتبركن في الباركن. هذا باركن تحت سكة قطار، انا منزلنا على اساس شيء ثاني، منزلنا على اساس انه باركن طابخين. اظني جبت العيد انا صح؟ بس ممتاز ممتاز ممتاز، اكتشفنا شيء جديد. نزيد لهم باركنات على اساس ما حد يزعل، بس بليدك اكيد. شكلهم يخافون يباركنوا هني، ما حد يبي يطيح تحت صدق، يخافون من الباركن. بس ان في ناس قاعدة تزور يعني، مش 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 مشكلة ابدا، في ناس دام في ناس تزور امور طيبة. بس هذا احس محتاج مواصلات اكثر، مع اني وايد نقاط عليه حاط. يمكن المترو مو مسوي له زحمة. انزين مو باهم يمشون من مكان لمكان، انا هايل صبر. اخر الشارع احط لهم هذا. اخر الشارع المشكلة هذا يسوي اوفرلاب. شو قصدي اوفرلاب؟ يعني يبني على شغلات مش مفروض يبني عليها. شوفوا انا هذا في نص البارك نحط العمود ماله، ما عنده مشاكل. شوفوا حط على البالونه زي ما انا قاعد البالونه بعد، بس ابي اشوف الناس بيستعملونه ولا لا. وزين الممشى العادي ممكن نحطه. زين ما نبغى الممشى العادي يعني، ما في، لانه اخي باركنات يا اخي. انا ابى الناس على كيفي يا اخي، خط من هني لهني ولا من فوق الباركن. باركن فاضي ليش ما تخليني اسوي فوقك؟ هذا شيء ثاني، موضوع ثاني هذا.
والله كله في زحمة على المترو بالمئات، والله شيء زحمة بالمئات مش هين. شوفوا كثر الباصات زين، بس زين انا حاطي واحد فوق واحد تحت على اساس اسمه. شوف المطار لازم في زحمة الباركنات، يعني المطار ما يسوي زحمة. زين كيف نحرك المنطقة اكثر سياحية؟ حاطي له مومنتوم ثاني، يعني اذا عندي اوبرا وعندي هايبر ماركت. لحظة لا ابو هايبر ماركت، بدك اكيد. بس اي شيء بحطه بيكون وضع صعب، ف اذا مش شيء بيرفكت ينزل. شوف والله مكانه مش غلط صراحة، ما ادري برج شو هذا، بس انه جميل. تركن 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 شو ما اعرف شو السالفة، بس شكله جميل. هاي مني حطي، حتى اللي يمر السيارة هني تشي يمر فيه المبنى، وهاي اللي يطالعون من هني. الحين اذا انت جالس في الشقة هني شوف شو تطالع، شوف المنظر، شوف 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 والله انه منظر. احلى شيء سويناه هذا، الارض صنعناها الصراحة. في حد يستعمل الباركن؟ هي في 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 يخافون، اقول لكم يخافون بيطيحون ما يبون، بس اللي قلبهم قويون هذا هذا. واو ابو كل ابو بساط بساط انتي بالعيد ما سايرين. لا مدينة الاوبرا هاي والجركن راح تكون قضية ثانية شكلها. محتاج شوي خدمات غير صراحة، محتاجة حديقة، ما حديقة بس بعد ناقصنا بيوت وغيره. بس ايش اخبارها؟ ما ترى ما عندهم خدمات على فكرة، يعني انا هاي الناس سحب عليهم الصراحة، بس اعطونهم كهرباء وماي وساحب عليهم. تتوقعون بيعيشون لو خليتهم بالطريقة هاي ولا بيشردون عني؟ زين احط لهم هذا، احط لهم مساكين مقبرة، احط لهم هذه مال الجثث، نحط لهم مطافي، نحط لهم شرطة شرطة شرطة. عندهم باصات، عندهم قطارين، وعندهم هذا ما يوقف، وهذا عليهم زبائن الدنيا شكله. زي صبر اذا هي زبالة. هذا لا نويز ولا غيره، وصغير نون بولوشنال هذا. زين اوكي، ما يهد لهم مخلفات ولا اي شيء، ما بينظفهم. مشكلة التكلفة قامت ترتفع عليه الحين، كله قاعد ينزل. وهذه الام ومستشفى، لان هاي المدخل دخل ترى، مصدر دخل، مدخل دخل يا حبيبي، مصدر دخل جميل ترى، وبيسوون فايدة ما عليكم. هاي الحين حطينا المطار وغيره، وحطينا البرج. نكمل في الحلقة الجاية، اظني طولت عليكم الحلقة الماضية، يمكن اطول هالحلقة فبخلي هالحلقة اقصر عشان نحافظ على الموازين، ونشوفكم في الحلقة القادمة على خير.